يقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تكن بعيدا عن الله وتطلب السعادة، وإياك أن تصدق خرافات السعادة الواهية، فلا سعادة إلا برضا الله، ولا حياة إلا مع الله، فالسعادة من الله وإلى الله. في الحياة قد لا يتحقق لك كل ما تريد، لكن برضا الله يجعل لك الحياة أجمل ما تريد. إن كنت أصبت في الساعات التي مضت فاجتهد للساعات التي تتلو، وإن كنت أخطأت فكفر وامحو ساعة بساعة. الزمن يمحو الزمن، والعمل يغير العمل، ودقيقة باقية في العمر هي أمل كبير في رحمة الله تعالى حتى تنال السعادة. فاللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مشاهدينا الكرام، معنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور سلام عبد القوي. أهلا بفضيلتكم. عنوان مقدمة اليوم: دقيقة باقية في العمر هي أمل كبير في رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، كان من منهجه صلى الله عليه وسلم الذي أرساه مع أصحابه وأحيا به أمة بعد ممات وقاد به الدنيا بأسرها، فسار أصحابه هم سادة الدنيا. هذا المنهج يتلخص في عدم ادخار أي لحظة أو دقيقة أقل من ذلك أو أكثر في العمل لدين الله عز وجل. عبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا قامت الساعة. وأي حدث أكبر وأعظم من قيام الساعة؟ فما الذي يبقى بعد أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ ومع ذلك يحرك النبي صلى الله عليه وسلم الهمم بداخلنا ويقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة. والفسيلة هي البرعم الصغير أو برعم النخلة الصغير، والنخلة كما هو معروف تحتاج إلى أعوام تصل إلى 10 أو تزيد حتى تثمر وتؤتي أكلها. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم محركا للهمم بداخلنا: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. ويبقى السؤال: أغرسها لمن؟ ومتى ستثمر وتؤتي أكلها؟ ومن الذي سيستفيد منها إذا كنت أنا والأرض التي ستزرع فيها إلى زوال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يلفت الأنظار أن العبرة ليست بالنتائج، إنما العبرة بالأعمال. فاعمل لكل لحظة، لكل ثانية، حتى وأنت توقن بأن القيامة ستقوم أو أنك ستموت، اعمل. فإن عملت خيرا فستجد أثره إن شاء الله تعالى في ميزان حسناتك، بصرف النظر انتفعت منه أم لم تنتفع، انتفع الناس بعدك منه أم لا. المهم أن الله تبارك وتعالى لا يعاملنا بالنتائج، إنما يعاملنا بالأعمال.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. سبحان الله العظيم، مثقال ذرة ليست ذرة لكن الشبيه بالذرة، اللي هو ما يتم اكتشافه يوما بعد يوم، انه الجزء من الذرة حتى. وأي شيء يعني عندما نزن، إذا أردنا أن نزن الخير أو نزن الشر، أي ميزان يمكن أن نوزن عليه الخير أو الشر؟ هو ميزان البضاعة في الأسواق، ولا ميزان الذهب، ولا ميزان إيه؟ فالله تبارك وتعالى يضع لنا الميزان، إنه مثقال ذرة يعني ميزان يزن الهواء من الخير تثاب عليه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فنعوذ بالله تعالى من أعمال الشر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخير حتى آمين. آخر أنفاسنا. اللهم أمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا الحمد لله رب العالمين، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ.